السلام عليكم خاوتي، صباح الخير عليكم خاوتي وخياتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. كالعاده كما وعدناكم رانا ندير لكم فيديوهات ان شاء الله، رانا نحاولوا قدر المستطاع لانه هذه الايام الامور راهي صعيبه بزاف. انا في فرنسا صراحه راهي صعيبه بزاف بزاف، كاين الناس اللي منهم اصدقائنا تعرضوا بعض المشاكل هنايا، وناس عاقلين زعما، ماشي هذوك الناس اللي زعما حوسوا على المشاكل ولا داروا مشاكل مع الناس ولا. المهم خاوتي خياتي، انا نحاول دائما نجيب لكم اخبار مفرحه، لكن للاسف في هذو الايام راهم كاين غير اخبار اللي ماشي نورمال، لكن نقدروا نفيدوا بها الناس خاوتي. هذه الحاجه اللي حبيت نقولها، ماغري اخبار ماشي مليحه ولا، لكن تفيد بعض الناس خاوتنا وخياتي. البارح كانت هنا واحد الجهه هنا في فرنسا من جهه ليون، تعرفوا والله يا خاوتي خرج البريفي. البريفي شكون هو البريفي؟ البريفيكتور هما اللي يعطوك الاوراق. البريفي هو اللي سينيرك اسكو يعطوك الوراق ولا لا. خرج مع الشرطه هما هكذا بنفسهم يقلبوا على الوراق عن بعض المواطنين، الناس المارة، شكون اللي عنده الاوراق شكون اللي ما عندوش الاوراق. حكموا 17 انسان ودخلوهم ادوهم غاردافو من بعد باش يبعثوهم لبلدانهم خاوتي وخياتي. البارح هذه صرات في ليون، وصرات ثاني في واحد البلاصه ثاني من جهه الجنوب، واحد المحلات كانوا يخدموا ناس بلا اوراق، حكموهم غلقوا لهم محلات تاعهم، منهم واحد عنده ريستورون، ومنهم واحد الانسان اللي هو كوافير كان مخدم معاه زوج اجانب ما عندهمش اوراق، غلقوا لهم ثاني. على بالي راح تجي بعض الباشات تقول لك لا لو ما كاش ما كاش، ماشي مشكل. ادخل على الاخبار هنايا، ادخل على جريده لوفياغرو هنايا وشوف بعينيك، وشوف ياسين فلوغ واش راه يقول اسكو صح ولا لا. المهم خاوتي خياتي، هذه الايام امور ما راهيش مليحه، سيرتو مع راس العام هذا. ردوا بالكم خاوتي، ردوا بالكم بزاف بزاف. انا نمد واحد النصيحه للناس، هذه نصيحه من عندي خاوتي. كاين خاوتنا وخياتنا، انا نقول لكم بعدونا على الناس، بعدونا على الاماكن مشبوهه، ما تروحش لمكان مشبوه باش ما ديرش الشبهات، باش ما يجوش عندك يقولوا لك اعطيني الاوراق. راني نحكي على الناس اللي شوفوا خاوتي، راني نحكي على الناس اللي ما عندهاش الاوراق، وما عندك الاوراق ما عنده ما يدير لك معناها. والانسان كاينه نصيحه اخرى خاوتي، كاين بعض الناس نحكي على الهندام، الهندام يلعب دور بزاف هنا في فرنسا. الملابس، تاع الانسان هي تكشفك. كاينين تاوعنا بون، كاين اللي ما عندهمش كذا، تلقاه لابس داير كاسكيطه مغطي راسو. هذه غير نصيحه من عندي، اما انت دير اللي حبيت الله يسهل عليك. انا نقول لك من الحاجات اللي يجبدوا الشبهات هنا في فرنسا، معناتها تلقاه لابس سيرفات مغطي راسو ملثم روحو كذا، يدير واحد الشبهات حتى وين يجوا عنده يقولوا له اعطينا الاوراق، ولا كانوا ما عندوش الاوراق راهو هو كشف روحو، راهو هو كشف روحو. المهم الانسان يلبس واحد اللبسه هذه نورمال تقيه، يلبس ما قلناش يلبس حاجه غاليه، المهم يلبس حاجه نورمال، يبعد غير على هذه تاع تغطي راسك بالسيرفات وتلبس سيرفات وتضوف في اماكن مشبوهه ومشاكل، وتسمع وتشوف دبزه تدخل بيناتهم، وتشوف مانيفيستاسيون تدخل بيناتهم. هادو العفايس خاوتي هما اللي راح يهلكوك، هادو العفايس هما اللي راح يخلوك خاوتي تنحكم عندهم ويطبقوا عليك بعض القوانين، وان شاء الله ما يطبقوش هذوك القوانين برك اللي راح يديروها. اذا طبقوا هذيك قوانين جديده تاع يشدوك بدون اوراق تخلص 3750 اورو، ولا يحسبوا لك جنحه تاع عام سجن نافذ. سما ردوا بالكم خاوتي، هذا القانون ان شاء الله ما يطبقوش. على كل حال لو 11 ديسمبر راح اسكو يطبقوه ولا لا؟ 11 ديسمبر ان شاء الله، انا ان شاء الله نجيب لكم خبر 11 ديسمبر ان شاء الله ما يطبقش، ان شاء الله ما يطبقش، ونكون جبت خبر لخاوتي خبر مفرح ان شاء الله. حاجه واحده اخرى خاوتي العزاز، بالنسبه للاخوه اللي سالوني قالوا لي صح الحدود راهي فيها مشاكل، والله يا خاوتي غير صح الحدود راهم فيهم مشاكل بزاف بزاف، راهم مزيرين شويه، ردوا بالكم راهي مزيرين، سورتو فرنسا ايطاليا، فرنسا ايطاليا سلوفينيا النرويج الدنمارك بلجيكا، هادو الحدود خاوتي ردوا بالكم، والله الحاله ما راهيش نورمال فيها. الانسان اللي كان يتنقل بزاف بين البلدان كذا، انا في الديبي تاع الفيديو تاعي كنت نقول لكم خاوتي انسان يشد مدينه واحده يعيش فيها يتكرفص فيها يسوفري فيها، بصح يدير اوراقه، المهم يدير اوراقه في المدينه، لانه علاش؟ اذا قعدت تنقل بين المدن وبين البلدان كل يوم راح تعاود غربه جديده، كل يوم يوقع لك مشكل جديد، وراح تكون عندك صعوبات كبيره انك باش تدير اوراقك. هذه نصيحه من عندي، سيو برك الانسان واش نقول لكم، هذو اليامات يحكم بلاصتو باسكو راهي صعيبه بزاف. راني نحكي على خاوتنا اللي ما عندهمش الاوراق، تعرف في الحدود درك ولا كاينين بوليس يديموندي لك اوراقك، يديموندي لك حتى الناس اللي عندها الاوراق،
يحبس يتوسوس منك اعطيني ورقك اعطيني منه اعطيني قايف التشفيك منه تسمى ما ادراك واحد ما عنده والو ما عندوش قال اوراق تسمى هذيك الاتفاقيه تاع الحر التنقل بالحريه والله ولات صعيبه براسك 13 بلاد والله غير 13 بلاد لغاتها 13 بلاد المانيا سلوفينيا النرويج الدنمارك فرنسا انسان يرد باله يرد باله يرد باله بزاف بزاف راني ننصح فيكم انسان يرد باله بزاف بزاف خاصه مع راس العام راس العام يزيروا بزاف الحدود يزيروا بزاف ماشي غير في الحدود كونترول في البلاد برا مهم انسان يبعد انسان يبعد سورتو الاماكن المشبوهه ما تروحش تريح فيها خويا ولختي بعد ما تروحش تقعد عند البحر وحدك برك في بلاصه مشبوهه انسان يبعد يبعد هذو المشاكل باش يكون آلاز ويكون بعد المشاكل هذه نصيحه من عندي خاوتي راني نمد بعض النصائح اللي من قلب ماشي زعما ما باش نبين لكم ولا انسان من قلب ورا وينصح فيكم حاجه واحده اخرى خاوتي خياتي بالنسبه للناس اللي راه تسال فيا على هل صحيح كاينه تسويه العمال بور لو مومون خاوتي ما راهي كاين والو سما راهي الحكومه بيناتهم راهم متفرقين على زوج كاين اللي قبل كاين اللي ما قبلش واش نقول لكم كاينه احتماليه كبيره انهم يقبلوا على بعض الفئه ان شاء الله بالنسبه للبطاقه الصحيه تاع التغطيه الصحيه خاوتي راح يوافقوا غير على وحده تاع ايرجونس هذيك اللي عنده امراض مزمنه مثلا عنده مرض القلب عنده الذيقه عنده مرض مزمن هذوك الناس اللي عندهم بعيد الشر سرطان هذوك الناس يعطوا لهم تغطيه صحيه هنا في فرنسا هما اللي صحاح الله اعلم قال لك لو 11 ديسمبر راح يلغيوها وللاسف ان شاء الله ما يلغوهاش خاوتي والله نتمنى من عند الله ما يلغوهاش ان شاء الله لانه علاش كاين خاوتنا بزاف هنا بدون اوراق ومرض ومنه يمرض بزاف ما عندوش مرض مزمن لكن يمرض بزاف نتمنى يغزروا فيهم ان شاء الله ويلغيو هذيك الماده هذيك تاع ما نعطوهمش ان شاء الله يعطوا لهم يخلوا لهم التغطيه تاعهم انا نتمنى هذا الشيء خاوتي نعرف كاين ناس ما يعجبهمش الفيديو اللي ما يعجبهمش الكلام اللي راني نقوله لكن هذه هي الحقيقه انا ما نقدرش نكذب عليك نبيع لك الاوهام نقول لك لا ارواح رامي يديروا لك وانا يا ما انا الحقيقه نقولها باش الانسان يعرف انسان يدير حسابه باريكزوم يجوا عندي ناس يقول لك انا خاوتي انا عندي واحد عمي في انا ما نقولكش ماشي الفاميليا كاع ما ترفدكش بصح 99% ما ترفدكش ماشي كامل ما يرفدوكش كاين الا من رحم ربي بصح 99.99 ما يرفدوكش هذه اذا كنت ناوي الغربه يا خاوتي لو كنت ناوي تاكل عليك شي واحد غير ما تجيش تكل على الله سبحانه وتعالى يا خاوتي كي تجي انسان يسكم روحه يبعد المشاكل يختار الاصدقاء تاعو ويتكل على الله ويخدم ويحقق الامور اللي كان يحب يحققها وما قدرش يحققها في البلاد نتمنى لاي واحد الخير ان شاء الله خاوتي وخياتي كان هذا فيديو خسير خاوتي يعني نحاول اشكفوا نلحق لكم فيديوهات راني نلحق لكم المعلومات ان شاء الله تحياتي لكم ما تنساوش غير لي كومونتير خاوتي وما تنساوش خاوتي برك جام على الفيديو باش يطلع اكثر الفيديو بارك الله فيكم خاوتي نتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.